في لقاء حضرتك مع أوباما آخر لقاء، هل استشعرت أنه الرئيس الأمريكي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية ثم دخول عام الرئاسة الأمريكية أنه قدامك على الأقل عام الإدارة الأمريكية لا يمكن لك أن تتوقع منها أي موقف يعني غير عادي؟ يعني ربما لم يحصل هذا في اللقاء الأخير، لكن أنا سمعت بعد ذلك من المبعوثين الأمريكيين أنه نحن الآن مشغولون في الانتخابات، ولذلك الأمور ستجمد، أي لا يوجد أي تقدم. فأنا كان سؤالي، طيب هل أمريكا بتجمد حالها في خلال سنة؟ قالوا آه مشان الانتخابات. قلت لو قامت حرب عالمية ثالثة لا ترد عليها؟ مش معقول يعني، أوكي مشغولين بالانتخابات ما في مانع تشتغلوا جزء، لكن في قضية متفجرة عنا ممكن كل يوم تحصل تطورات ما أحد يخطر على باله، فلذلك ما بيجوز. قالوا والله إحنا الآن أوقفنا إنه في خلال عام 2012 ليس لدينا ما نقدم. يبقى إذا كان المسرح لن تكون فيه أي أحداث ذات معنى كبير، كيف تشغل يعني الإدارة الفلسطينية نفسها في العام 2012؟ يعني تحركاتك في أي اتجاهات بتعمل إيه؟ ترتيب البيت من الداخل مثلا؟ إحنا في عنا خطين متوازيين وغير متعارضين وغير متناقضين، المصالحة الفلسطينية والعملية السياسية، كلاهما بيمشي ليس على حساب الآخر وليس ضد الآخر، وهذا حاولت أفهمه لكثير من دول العالم حتى تطمئن أيضا أنه المصالحة ليست على حساب العملية السياسية وليست إلا بالطريق الصحيح وليست بعيدة عما أفكر فيه سياسيا ويعرفون سياستي ويعرفون موقفي السياسي. فهذا الموضوع بيمشي. موضوع العملية السياسية، نحن في 23 سبتمبر برضو في نفس اليوم وكان خطابي يبدو له أهمية إلى درجة أنه خلى الرباعية تجتمع في ذلك اليوم وتصدر مبادرة. هذه المبادرة فيها التالي، أنه لابد لنا في خلال 3 أشهر أن نتفق، أن يتم الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أرضية لقضيتين أساسيتين، الحدود والأمن، تمام؟ وخلال عام 2000 يتم حل جميع القضايا النهائية من القدس واللاجئين وغيرها وغيرها وغيرها. إذن حطوا خارطة طريق جديدة، فأنا قلت موافق، رأساً أعلنت موافقتي. حتى سألتني السيدة ميركل، قالت لي شو رأيك؟ من ثاني يوم قلت لها موافق، قالت لي أكيد، قلت لها أكيد طبعا موافق. وفعلا جاءت الرباعية ولم تجتمع إلا بعد تقريبا شهر من تاريخ إصدار المبادرة، في 26/10 اجتمعت وقالت من اليوم لثلاثة أشهر اللي قالوها ثلاثة أشهر نحن سنعمل على إيجاد الأرضية المشتركة. ماشي موافق. وانشغلوا شهرين معنا ومع الإسرائيليين، كانت لقاءات مش منفصلة ما بيننا وبين الإسرائيليين. ثم جاءت مبادرة أردنية جيدة، قالوا نحن نريد أن نحرك الأمور أكثر ونريد أن نستضيف الحوار الفلسطيني الإسرائيلي بما فيه الرباعية، قلنا حاضر. ثم أضافوا أنه ما في مانع أن يصير لقاءات مباشرة بينكم وبين إسرائيل، وقلنا ما في مانع. فبدأنا من 3 يناير، بس قلنا في 26 يناير بنتهي. ليش؟ لأنه هاي 3 أشهر انتهت. فإما أن يحصل شيء وإما أن لا يحصل، وما أظن بحاجة لأكثر من 3 أشهر حتى نجمل رؤية مشتركة حول الأمن والحدود التي سبق أن اتفقنا تقريبا عليها مع أولمرت. اتفقنا تقريبا، وقول تقريبا يعني تفاهمات متكاملة على هذين الأمرين. طبعا رجعنا من بداية من الصفر مع السيد نتنياهو، فقلنا له من هون ل 26 شهر احنا كل يوم مستعدين نجتمع مع مولخو وصائب عرقات، ما في مانع. فعلا اجتمعوا 5 مرات
ولم يحصل أي تقدم. ولذلك قلنا رأينا أنه نحن إذا لم يحصل في 25 نحن سيكون لنا كلمة، وهذه الكلمة وأرجو أن لا تسألني عنها ستحصل خلال أسبوع إلى 10 أيام. يعني نتوقع قرار ما؟ قرار ما، نعم كبير، ما في شك. طيب مش حاول أضغط عليك، لكن أعتقد بالمنطق كده أن لما توصل كمفاوض لعدم جدوى التفاوض وأنه هو مماطلات وأنه شراء وقت وأنه العودة تاني لنقطة الصفر، لابد العالم يعرف الكلام ده. هيعرف العالم كله. طيب العالم كله هيعرف، ولن تكون ولن يكون القرار قبل إعلام دول العالم بمضمون هذا القرار، حتى لا يأتي أحد ويقول فاجأتنا. لن أفاجئ أحد. كويس، يبقى المحددات عندك أنه نتنياهو يماطل بالتأكيد، كل ما كان يسمى بتقدم في نقاط محددة مع حكومات سابقة تم النقوص عنه وألغي وعدنا إلى الصفر أو ما قبل الصفر. ثلاثة، الإدارة الأمريكية منشغلة طوال 2012. لا يعني عندما يقولون إنهم منشغلون إنه ما فيش اتصالات وما فيش مساعي، لا أيوة، لكن يعني بس هي غير مهتمة أو لا تضع القضية الفلسطينية الإسرائيلية على رأس أولوياتها. قد لا تكون على رأس أولويات، ولكن هذا لا يعني أو لا يمنع إنه اتصالات مستمرة مع جيف فيلتمان أو مع هيلاري كلينتون أو مع ديفيد هال أو مع القنصل الأمريكي، يعني اللقاءات والاتصالات أيوة، ما هناك مستمرة. حركة لكن بدون يعني طحين، يعني قد يكون هذا يعني قد يكون. انت تشوف حركة كتير، اي قد يكون، نعم. واجتماعات وصور وغرف مغلقة، ولذلك قلت لك انه احنا خلال فترة قريبة سنقول كلمة. كويس، اجي لنقطة مهمة جدا، وهي انني اريد ان يعني ليس فقط ان احاور فخامة الرئيس الفلسطيني، ولكن اريد ان احاور السيد محمود عباس أبو مازن، اللي أنا أعرف أنه مفكر سياسي عنده عدة ملفات يعرفها جيدا، أهمها من ضمنها غير الملف العربي كله يعني أو الوضع الإقليمي، أيضا الملف الإسرائيلي. يعني أنت عارف القوى السياسية. الكلام الذي يدور الآن، وهنا أنا يعني أعفيك من نسب هذا الكلام للرئيس، لمنصب الرئيس، ولكن بتكلم معك از سكولر، كمفكر كبلك ميز بينه. معلش، ما حدي لك فرصة انك تتكلم، المواطن والمفكر والمهتم والخبير السياسي محمود عباس، مع حفظ الألقاب طبعا. فسيدي، هل الحديث الذي يصدر عن قيادة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وعن الجيش الإسرائيلي وفي وسائل الإعلام حوالين ضربة إسرائيلية لإيران، هل نأخذه مأخذ الجد؟ لا أستطيع أن أقول أنه يجب أن نأخذه مأخذ الجد، ولكن الباكجراوند تبع موضوع التفكير في العقل الإسرائيلي أنه هم لا يتحملون وجود قنبلة نووية في إيران. الأخبار تتحدث عن قرب وصول إيران لقنبلة نووية، هذا واحد. اثنين، إسرائيل لا تستطيع أن تقوم وحدها بهذه الضربة، لابد أن تأخذ مش بس جرين لايت، من غطاء وأكثر من غطاء من أمريكا، وإنما دعم، دعم لوجستي يعني. معلوم. معلوم يجب أن تأخذ دعما لوجستيا. حتى الآن ما يأتي من أمريكا لا يشير إلى مواقف واضحة محددة، وحتى ما يقوله الإسرائيليون يتبدل بين شخص وآخر، يعني ناس بيقولوا نعم، ناس بيقولوا ننتظر، ناس بيقولوا مش وقته. بالإجمال مشغولين، هم بلا شك مشغولين بما يجري في إيران. هلأ حتى تتوفر كل الشروط، أولا يجب التأكد من أن إيران فعلا مقبلة وفي أقرب فرصة على
القنبلة النووية، والشيء الثاني أنه أمريكا وأيضا أوروبا تعطي اللي تحدثنا عنه لإسرائيل. في هذه الحالة ممكن أن يحصل شيء، ممكن أن تحصل مفاجآت. من تعتقد من داخل القوى الإسرائيلية، لأن إسرائيل مش حاجة واحدة، يمكن في الأمن القومي بتكون لكن بيكون في إرادات مختلفة، هل مصلحة نتنياهو أن تحدث هذه المواجهة؟ هل مصلحة الجيش والاستخبارات العسكرية أن يحدث ذلك؟ هل مصلحة الموساد أن يحدث ذلك؟ أم هو كله حرب على الورق ولا يوجد أي طرف له مصلحة في ذلك؟ هم بهمهم جدا أن لا يكون أي تهديد حولهم. تذكر حادثتين، الأولى في العراق والثاني في سوريا، اللي هو تموز بالضبط، مفاعل تموز، والثاني في سوريا، في سوريا مفاعل نووي. أيوة. ما انتظروا أحد، ضربوا هنا وضربوا هنا قبل أن يصبح خطرا محققا عليه. ولذلك كثيرين منهم، أنا بقول لك مثلا نتنياهو من مصلحته يفعل هذا، هذا يقوي، هذا يدعمه، هذا بيعمله يعني لو نجح. لكن السؤال هل بالإمكان أن ينجح؟ شيء آخر، لا أدري إن كانوا يحسبون ردود الفعل، لأن هي تسمع في العراق، تسمع في سوريا، تسمع في لبنان، تسمع في إيران، مضيق هرمز في إيران، في إيران، إيران وما حول إيران اللي هو مضيق هرمز. يعني لابد إذا بدهم يقدموا على هيك مغامرة أو على هيك خطوة، لابد أيضا أن يحسبوا مش بس إنه السلاح ممكن أن يكون جاهز، ولا دعم اللوجستي وغير اللوجستي ممكن أن يأتي من أمريكا وأوروبا، أيضا ما هي ردود الفعل الإيرانية، هذه كلها إذا حسبوها وبالتالي ممكن أن يأخذوا القرار. تفتكر الجنرالات لهم مصلحة؟ الجنرالات في إسرائيل لهم مصلحة في التصعيد ولا بيكونوا حذرين في مثل هذه الأمور؟ هم أكثر ناس بيكونوا حذرين الجنرالات، أكثر ناس، لأنه هم اللي بيعرفوا بالضبط لوين بدها توصل الأمور، ما هي تداعيات هذه الأمور، ولذلك بحسبوها وبقدروا وبعدين بيقرروا. لأنه السياسيين تعرف، السياسيين بهموا الدعاية، بهموا الإعلام، بهموا سمعته، بهموا دون أن يعرف هذه التفاصيل اللي العسكري هو أقدر على معرفتها.